تفاصيل بسيطة وسهلة، وأنا حريص إن إحنا نقدر نعمل سفرة حلوة طعمها مختلف. هو الماتيريال واحد، يعني إحنا إذا جبنا الفراخ واللحمة والخضار والسمك هنلاقي كل واحد، ولكن الطعم من بين أصابع إيدك العشرة. بتحب المطبخ هتعملي حاجة حلوة، دي قاعدة المغازي. دخلت المطبخ بحب هتعملي كل حاجة بحب. كوباية الشاي هتنزل من إيدك زي مية الحنفية كأنها شربات. تعالوا مع بعض نعمل إزاي طاجن السجق بالبطاطس. أكلناه كتير وأكلناه بطرق مختلفة، تعالوا نعمله النهاردة بطريقة جديدة. البطاطس تاخد شخصيتها والسجق ياخد شخصيته في قلب الطاجن. معانا سجق بلدي من عند جزار حبيبنا على الناصية، معانا بطاطس من خير أرضنا، وبصل وتوم، هريسة حمراء، فلفلة حلوة معناها، مكعبين من الزبدة، وما ننساش طبعا البصل والتوم، ومعانا بصل أخضر. بشائر البصل الأخضر بدأت في السوق، وبشائر الشتاء وخضار الجميل الحلو اللي بنشوفه عند الراجل بتاع الخضار. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. هنبدأ أول حاجة نقطع البطاطس مكعبات، ويفضل تقطيع المكعبات كلها بحجم واحد علشان تبقى في قلب الطاجن، مفيش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة بالشكل ده كده. المقادير صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا. تاني، سجق حسب عدد افراد الاسرة، ممكن يكون كيلو ممكن يكون نص كيلو زي ما انت حابة. معانا البطاطس بتاعتنا اللطيفة، انا شخصيا هاكل البطاطس واسيب السجق للضيوف بالشكل ده كده اهو. التقطيعة دي حلوة، انا بحب احمر البطاطس تحميره كده، نص تحميره تاخد الشكل المقرمش قبل ما احطها مع اللحمه او احطها مع السجق. ولما تيجي تقطعي البطاطس دايما تثبتي حبايه البطاطس على حته كده علشان ما تجريش من تحت ايدك والسكينه تعور ايدك. زي ما انا شغال كده اهو. والبطاطس تحطها في ميه من غير ملح اذا هتستخدميها على طول اهو، علشان لونها ما يسودش معاكي. قطعتيها وخلاص عايزه تحمريها، ممكن تحط ذره ملح مع الميه علشان تنزل النشويات اللي موجوده على الغلاف بتاعتها وعلى الشكل بتاعها، وفي الاخر تحمريها تطلع معاكي زي الفل. بطاطس كده قطعت، عندي زيت شديد الحراره، هنقطع البطاطس بعد ما نقطعها بنحمرها. ما عملتش حاجه جديده يا شيف، لسه ما شفناش، احنا مع بعض اهو. تقطيعه كلها واحد، بسيب السكينة هنا واخد البطاطس زي عم الشيف على الزيت بتاعنا، اللهم صل على النبي. في قلب الزيت وحمرها شوية. هتقولي لي ما عنديش قلاية زي اللي عندك يا مغازي. في قلب الطاسة اللي بتحمري فيها بطاطس للأولاد. موضوع بسيط خالص وسهل، أنا بسهل عليك المطبخ. مش لازم تجيبي قلاية زي دي كده عشان تحمري فيها البطاطس، هو ده. ومكان ما قطعنا البطاطس هنقطع السجق. قبل ما نقطع السجق معانا طاسة شديدة الحرارة على النار. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحمر البصل بتاعنا ونحضره للسجق بمعلقتين من الزيت ومكعبين من الزبدة. مطبخ سهل خالص. السجق عندنا جبناه كذا مرة. البطاطس عندنا ادي مكعب اتنين. بصل شرايح او بصل من ده كده، التحميره دي حلوه، اللهم صل على النبي. شويه فلفل من ده حلو، شفت الالوان دي؟ الاولاد بيحبوها على فكره. ونقلب كل ده مع بعضه. لازم خطوات العمل تتم بالشكل ده كده ليه يا مغازي؟ علشان البطاطس ما تتحمر، البصلايه مع الفلفل تاخد لون، التوم مش هنزل بيه دلوقتي خالص. زي الفل. معانا السجق البلدي بتاعنا، الله الله، الجزار ده حبيبنا اهو. الطبيعي هناخده كده يا عم الشيف. دايما السجق لما تيجي تقطعيه قطعيه بسكينه حاميه عشان ما يتهريش منك ويقلب على لحمه مفرومه. ويبقى شخصيته في قلب الطاجن كده ايه، زي الفل. حلو زي ما هو كده. استنى هسه كده على الخضره بتاعتي ما تاخد لون. هعلمك حاجه دلوقتي وانت شغاله كده، ازاي السجق ما ياخدش وقت كتير على النار وفي نفس الوقت ياخد شكله الطبيعي ما يتهريش مننا ويتقطع مننا. حمر البصله
مع الفلفل الالوان، فص ثوم حلو كده محترم. دايما انزل بالثوم بعدين المرحله الثانيه. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما يسودش معايا وياخد لون قبل تحمير البصله، ده مهم جدا على فكره. وانا شغال كده بقول تريكات وبقول حاجات لطيفه هتنفعك في المطبخ، خليكي تعملي الاكل بتاعك بشكل جديد وبطعم تاني خالص. اهو ملاحظه ان البصلايه والتومه واخدين لون زي الفل. اه حلوه. والسجق احنا عارفين فيه شويه توابل، فاحنا هنا هنرفع ايدينا من التوابل شويه. اخبار الزيت ايه مع البطاطس؟ زي الفل. نمسح الزيت اللي طلع ده كده. اللهم صل على النبي. شفت انا عملت ايه؟ هي دي التركايه. اغطي كاني عملت ايه يا شيف سريعا كده، عشان دي مهمه جدا على فكره. انا مش عايز يفوت حضراتكم يعني هسه من اي حاجه انا بعملها، علشان دي مهمه جدا على فكره. انا خدت مغرفه ميه صغيره بتغلي، مش ميه من البراد بارده، لا ميه بتغلي، ومع تحمير السجق بالشكل ده كده وهو على النار في الطاسه، ونزلت بيها على السجق مع الخضار. هغطيها مباشرة. ليه؟ علشان المية تتبخر مع السجق بتاعي ياخد شخصيته. هتلاقي حبات السجق كبرت معاك كده وخد شخصيته زي الفل، والمسام كلها قفلت وهيستوي بالشكل ده كده في قلب الصلصة بتاعتنا. اه وما قلبوش كتير زي ما انا عامل كده، وهرفعها بعد شوية. البطاطس اخبارها ايه؟ هو ده اللون اللي انا عايزه. هشيلها كده من الزيت زي الفل. اه تمام. وطف الزيت بتاعنا ده كده عشان ما ياخدش لون. التحميرة دي للبطاطس دي علشان تاخد شخصيتها وشكلها مع قلب الطاجن وانا بشغله دلوقتي. هنشوف السجق هنا زي الفل. معانا بصل اخضر حابب ان هو يشارك في الطاجن ده كده. باخد العروق بتاعته. بصل الاخضر ده بتدخليه في حاجات كتيره. عايزه تعملي شويه فرايد رايز مع عروق البصل الاخضر، ماشي اهو. عايزه تعملي طاجن سمك حلو مع البصل الاخضر ده هينفعك زي الفل، بس يتغسل كويس طبعا. تمام بالشكل ده كده. ونقطع دول كمان اهو. انا شخصيا بحب البصل الاخضر، يا سلام مع طبق الفول الصبح. بصل الاخضر له فوائد كتيره، بينشط الدوره الدمويه في اجزاء الجسم كلها. اخبار السجق ايه؟ نشفت الميه بتاعتنا زي الفل. خد شخصيته ازاي؟ اه نبص عليه كده. فرسان التلفزيون المصري اللي بأهنهم طبعا بالمولد النبوي الشريف. شايفين السجق خد لون ازاي؟ الميه نشفت ازاي؟ هو ده. اه تلاقي حبات السجق نفشت كده وخدت شخصيتها. هو ده. اه زي الفل. ننزل بالهريسه الحلوه بتاعتنا، تدي لون حلو للطاجن على فكره. استخدميها اكتر من صوص الطماطم ومن معجون الطماطم، على الاقل ما بتعملش حموضه اهو. في قلب السجق شويه الملح الحلوين. ناخد مع بعض البطاطس اللي احنا محمرينها. ناخد السجق كده اهو مع البصل. فكره البصل الاخضر دي لطيفه اهو. نكمل بقى شويه ميه حلوين كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده انا بقعد اشتغل فيه طول النهار. اه بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص نسيبه يغلي على النار. تقوم البطاطس تاخد من طعم السجق، والسجق ياخد من النشويات بتاعه البطاطس، وهيبقى له قوام وله شخصيه. انا شخصيا لو قدام الطاجن ده كده عايز شويه رز ابيض ساده، رز ابيض مصري ساده بس، واكل البطاطس واسيب السجق للضيوف. اه هنغطيه كده مخرجنا الجميل، ونسيبه ياخد غلوة اتنين تلاتة على النار يبكبك كده، نظبط الطعم بتاعنا، وبعدين نقدمه بألف هنا وشفا. في طريقتين للتقديم، يحطه في طاجن كبير أو في بايركس كبير وادخله الفرن، يا إما قدمه زي ما هو حسب الرغبة، ولكن النظافة في مطبخك مطلوبة أول بأول. طاجن سجق بالبطاطس بيتكلم مصري. أه شفت الحلاوة؟ ميزة إن أنا أحمر البطاطس نص تحميرة واسيبها اخد منها القوام والنشويات والكربوهيدرات بتاعتها، تدي قوام للصلصه دي مدرسه لوحدها. خلي بالك اوعى تحطي دي ولا نشا عشان تبقى الصلصه لها قوام. اعتمدي على النشويات اللي موجوده في البطاطس. وسبحان الله ايه الصوره الحلوه دي على الشاشه، تتكلم مصري بالبصل الاخضر. النشويات اللي موجوده في البطاطس يا مغازي بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. كل ما يكون معايا بطاطس في الحلقه لازم اقول قيمتها الغذائيه. خلي بالك الطاجن ده بالشكل ده كده زي الفل. انا عايز ادخله الفرن بقى، اعمل ايه؟ هنجيب بايركس ازاز زي الفل كده. اللهم صل على النبي. وناخده كده زي ما هو. الطبيعي ان احنا نشيله كده بالراحه. الله، مش انا قلت هناكل البطاطس ونسيب السجق؟
نعم والله ده اختياري يعني، ما قطعتش السجق، عايز كده يبقى في قلب الطاجن له شخصيته، احس ان انا عامله لحمه. لو قطعته مكعبات صغيره هيبقى عامل زي اللحمه المفرومه. المخرج بيقول لي ليه ما قطعتش السجق مكعبات؟ يعني تقطعه مكعبات لو هتعمله زي الكبده الاسكندراني مع فلفل حامي بقى، وانا عارف انك بتحب الحار، كل ده مع بعض حسب الرغبه. اه ولو قطعتيه مش حدش هيقول لك حاجه، يعني اختياري برضه. اه اخد شويه الصوص الحلوين دول، الله ايه الحلاوه دي يا شيخ، واتعشت حلو. ولا لازم اروح اجيب بقى 2 كيلو لحمه ضاني والجو ده كده؟ والسجق ده ضاني على فكره، انا وصيت الجزار ناخد الفلفل ده والبصل ده والطماطم دي. اه الله، وارسمي بقى لوحه فنيه، بيني حبك للمطبخ وجمال المطبخ ووقفتك في المطبخ لاولادك واسرتك، ما خسرتيش حاجه. اه فلفل رومي بلدي، وانا احب بلدي، ومعانا بصل بلدي اهو. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. أوه. لسه ما خلصتش، درجه حراره الفرن عندي 180، ومعايا مكعب زبده يا مغازي، بعمل تركايه كده هخليكي تاكلي حلقات البصل دي وتاكلي صوابعك وراها. اه خلي بالك الزبده دي لما تنزل على البصل تشمع كده في الفرن، ما اقولكيش زي ما هي كده يا عم الشيف، هنرش عليها شويه زعتر على الوش وندخلها الفرن، بقت لوحه فنيه، ما بقاش طاجن سجق بالبطاطس. ولو عملته بكره هعمله بشكل تاني، ولو عملته بعد بكره هعمله بشكل تاني، ولو عملته بعد بكره هعمله بشكل تاني. هاخد الطاجن ده يا مغازي وادخله الفرن في درجه حراره 180، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا بينا، يلا بينا على بلد المحبوب، العب. اه اه وخلي مفتوح اه عشان الصوره الحلوه. يلا من قلب الفرن تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. ايه الجمال ده، مش مصدق روحي ان ده طاجن سجق بالبطاطس، هو ده. طلع الايه اه، بس اجيبها لك بره شويه زي ما هي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، العب. هو ده اه، هو ده اه، زي طاجن سجق بلدي ضاني بالبطاطس. والشيف عمل عليه هيصه وعمل حفله وصدع لنا راسنا. اه يستاهل ولا ما يستاهلش؟ بالله عليك الكاميرا والعدسه والصوره تقول، مش انا اللي هقول. اه اه والبصلايه المشويه بالزبده بتتكلم مصري. We'll be right back.